ماذا عن منتخب مصر؟ العلامة الكاملة للعميد حسام حسن. واتمنى بقى يعني اي حد بيقطع في الكابتن حسام حسن، اي حد بينتقد الكابتن حسام حسن، اقول له حاجه واحده بس. هو اكل ولا بحلقه؟ حلو. يعني انا عاوز اعرف الراجل النهارده اخر 4 ماتشات 10 اهداف كلين شيت 12 نقطه، اول مره تحصل في تاريخ مصر في تصفيات كاس الافريقيا انت تاخد 4 مباريات بعلامه كامله. تيجي بقى تقول لي الاداء، تيجي بقى تقول لي اصل مصر عندها مشاكل، مفيش فريق في العالم ما عندوش مشاكل. وفي نفس الوقت الملعب اللي النهارده منتخب مصر كان بيلعب عليه ده لا ملعب لا يصلح للعب، خلاص النجيله الصناعيه دي اتلغت من العالم كله، وبرغم كل ده كسبت، وكسبت بمهاره لعيبتك، وكسبت بتغييرات المدرب اللي نزل، ولسه هنيجي نتكلم ونشوف بالحالات ازاي تغييرات الكابتن حسام حسن هي اللي كسبت منتخب مصر. فيا ريت الناس تهدى على كابتن حسام حسن، ويا ريت الكابتن حسام حسن برده كمان هو يهدى ما يبصش غير للجانب الايجابي من القصه. كابتن حسام انا بشوف انه بعضا من المؤتمرات الصحفيه بيطلع بيبقى مشدود جدا، بيبقى بيحاول يرد على منتقديه. عاوز اقول له يا كابتن حسام اعظم فرق في العالم، اعظم مدربين في العالم، اعظم لعيبه في العالم، مش كل الناس اجتمعت عليهم. فكابتن حسام ما تاخدش بس اللي بينتقد، ما تاخدش بس اللي بيقطع، ما تاخدش بس اللي بيقلل من قيادتك لمنتخب مصر، بص على الجانب الايجابي ان انت النهارده الناس كلها بتشيد بيك، وان شاء الله مكملين لحد ما نوصل للشيء اللي يكون على قد قيمه منتخب مصر سواء في افريقيا او سواء ان شاء الله نروح كاس العالم ونعمل حاجه. ولكن يا كريم بصراحه يعني الراجل يعني ما خلاش حد عارف يتكلم. يعني بصراحه اسكت كل الناس اللي بتنتقده.